بناتي بحبوا كتير يلعبوا لعبة التخييم، وأي كرتونة بتوصل على البيت فوراً بيحولوها لخيمة وببلشوا يلعبوا فيها. اليوم رح أحقق لهم حلمان ورح نروح رحلة تخييم، بس المفاجأة وين؟ إنه رح تكون بخيمة كتير كيوت، خيمة على شكل بار. هلا حنروح ونخبر ميلا وفيرلا إنه رايحين رحلة تخييم، فوصلوا هذا الفيديو ل 50,000 لايك حتى دوما نشارككم فيديوهات حلوة، ويلا خلونا نبلش. جاهزين اليوم نعمل تخييم؟ لازم نطلع بسرعة نجيب اغراض لحتى نلحق نروح عليها، اوكي؟ ليتس جو! ليتس جو! أنا حماس فوق الغيوم! حماس! بلا ليتس جو! خلينا! وبلشنا نجهز اغراض التخييم واكتشفت انه ناقصني كثير اغراض حسام. طبعا ناقصك اغراض، خاصة رحلة التخييم يعني. هلا رولا بدها تطلع بدها عادة. انا بالعادة ما يتمسخر علي. لا بتخرب. نفس اللون. انت لابسه مثلي. انت بتقلبني كمان. انا هاي كنزه صار لي 16 يوم لابسه. شفتي شلون انت قلبتيني؟ جبتك بالجرم. شو؟ صار معي حق. صدقوني. سام قرر يفحص السياره قبل رحله التخييم. طبعا. اهم شيء السلامه. لازم نفحصها ونغير لها الزيت. المهم حسام عم بضيع لنا الوقت، ترى خلص لنهار. يلا تفضل. بس شاطر يقول انا بضيع له الوقت بالتسوق وهو بضيع وقت بالسيارات. بالمكياج والله ما اخذ مني 5 دقائق اليوم. والله يا جماعه رولا دخلتني رقدت عم تقلي على قسم التخييم، على قسم التخييم بسرعه تاخرنا. شوفوا عم تقيس ابوعات وشحاطات. الله يعزكم. ملزم والله بمناسبه لطلعت اليوم. كله بهدف، كله مدروس. هاي العلاقة بالتخييم هاي؟ اوكي. شو رأيتي؟ حسام كامبينج شاور، يعني دوش للتخييم. أكيد ما حناخدوش يعني هلا هالكم يوم اللي رايحين لهم رولا. رح آخذ هذا الضوء، شوف بيشتغل على البطارية وبيتعلق بقلب الخيمة. حلو. في غاز. في غاز تبع الكامبينج. واو والله لازم. هلا جينا من برا، رولا حتبلش تضب الاغراض. شوفوا هاي عدة التخييم، شوفوا هاي كيس ما احلاه، هون بيحفظ كل شيء. هذا بيحفظ لكم كل شيء، بارد حراره والبروده. وهذا هذا المشروبات. هاد قصه يعني رح احط فيها كل المشروبات منشان يضلوا باردين. خلص صار بدها يعني. فاول شيء شوفوا جبنا هدول اللمبات، هلا حنزين فيهم الخيمه لحتى تصير هيك بالليل دول. فيها ضوء. وشو بس ليش عم بحطهم هون؟ انا هدول ما في داعي يتبردوا. بدك تحفظيهم. رولا عم تجهز لنا اكلات كمان، هدول تسالي كلهم بالسهره. حسام معقول يلزمنا اندومي؟ لا طولي بالك. لازم اندومي معنا. طولي بالك. لا والله؟ على العشاء. Let's get some sun baby it's time to go. تأخرنا يلا. أهلا فيكم بخيمة جديدة. واو ومكان التخييم هذا باص جديد، مو بس خيمة، خيمة زائد باص. كيف عم تباص؟ شفتي؟ goes round and round. ها بتتجسس. في شباك. شو رأيك نعمل لهم جولة؟ يلا نعمل لكم جولة سريعة بخيمة حسام. انه قدرنا نعمل هاي الخيمه بحديقتنا لانه كثير كبيره، حجمها بحجم باص حقيقي. حسام انا على فكره ما صورت لهم اياها من برا. شوفوا عدوا معي 1 2 3 4 5 متر. شوفوا رولا. في اخطاء صارت. خطا فظيع. طلع الكامبينج مو سهل، مو شيء سهل. شو المشكله؟ نحن خلصنا قام طلع الباب. يا حذر كان من وين؟ من طرف جنب الشوفير، مو الشوفير يعني المفروض سوق هون يعملوا لي الباب هون. فنحن داخلين طالعين انه الحمد لله في نص متر نتحرك فيه. ايه. بس هلا انه اوكي مش بس معلش اوكي. المهم هيك تعلمنا انه في محل ندخل. واو هاي محل
جنب الشوفير. ايه هي جنب الشوفير. فانا بدي ادخل اول. يلا ادخلي اول. شوفوا. اول شيء هلا انتم بالمطبخ هون. ايوه بتدخلوا من الباب. هذا هو الباب. بيستقبلكم المطبخ. اول شيء بيستقبلكم المطبخ مع هذا الضوء الكيوت انا علقته. بالليل حتشوفوه اكثر الاضاءات، في هون عندنا ضوء. واو كثير حلو. وفي ليد كمان. وفي برا ضو هنيك. هلا كله حتشوفوا بالليل. جبنا لهم مطبخ هون، كرسيون هون، في الكولا، براد الكولا. صحي شنطايه الاكلات. صحي شنطايه الاكلات هنيك كمان، رح ترجع المطبخ. وهلا بنجي على الصالون. حسام هذا مو بس صالون، هذا غرفه. الله يسترك. ها ترى هي خيمه. حسام هذا مو بس صالون حسام، هذا غرفه جلوس زائد غرفه سفراش زائد شو ما بدكم فيه. والعاب للبنات. شوفوا احلى شيء انه بتتسكر. فهون فيكم مثلا تعملوا غرفة النوم مشان ما يفوت حشرات او هيك فبتتسكر يعني. يعني ايه اذا تركتوا حتى هذا الباب هيك مفتوح عم يتحرك مو مشكلة. تدخلوا على الغرفة. الله والله احلى شيء هدول الشبابيك، فينا نفتحهم من جوا. ايه فيك تفتحي سيارة كأنه عن جد. جبنا هي الطاولة والكراسي لميلا وبيرلا. شوفوا منه مكتب ومنه العاب لميلا وبيرلا ومنه بنقعد بناكل عليها يعني. لا بتعرف تعزف والله يعني انا كثير صدق. يلا جاهزين شوفوا عزفي. ورجينا. الله يا رب ما تعيدها يا رب. انت رولا الاسبانية صح؟ جراسياس رولا جراسياس. 10 لايكات على البيعة. هون مش مجرد طاولة، هاي هون بترفعوا هاي بتلاقوا الدفاتر الالوان والالوان. واو كل شيء جاهز يعني. سو يا جماعة قررنا نعمل الخيمة هون بحديقتنا لأنه ليش حسام؟ بدنا نجرب رولا، بدنا نشوف شو بيناقصنا، شو العتاد، شو العدة. خلينا ناخذها نروح على مكان هيك برا احسن. ايه بس انه خلص هون شوفي كل شيء قريب. في ناس عم يكتشفوا. لحظه شوفي في ناس عم يحاولوا يلاقوا الباب. هلا ما لقيت الباب. لقيته. لك خالتي؟ ايه في هون بينهم. هذه انت بتعرفي تفتحي كله؟ نوك نوك نوك. تفضلوا على البيت. عندك المطبخ حضرنا عندك تسوي لنا نمنا معك. بيلا باي. باي بيلا. لا لا خربية عم نمزح معك بيلا. مسحة. اه بدك تعطيها سكر؟ ايه يلا اعطيها هيك. لا انت اعطيني ميلك حليب. جيبي لي ميلك. اوكي ماما. او شكرا بيلا. شباك مسكر ما فيني اجي من الباب. اوكي اجي من الباب اخذها. ايه ليلى تجي من الباب. بتعرفوا شو المشكلة؟ انه مفكرين حالنا هلا نحن بغابة خيمنا وعم نعيط وعلينا الجيران. صحيح والله. حسيتي؟ نازلين في جيران غني ومنعيط. حسام المهم انا شوبت كثير، في كثير شوب بالخيمة. بخي مي. بدي مروحة. لك خسى الشوب ولعيونك احلى مروحة. يا الله يا الله كيف حدا يوصل لك مروحة؟ شو بدك تحط لك كهرباء؟ خلص بدك تاكليها امسكي لقلك. اكيد. محمد زينك كم بدك توصله بالكهرباء؟ هاي شغلتي. شايفين ميزة التخييم بالبيت انه شو ما لزمنا شو ما طلبنا بنلاقي. بدنا مروحة جايب مروحة. والله شغلتها حسام. جهوة؟ واو والله احلى جو. هيك اوكي؟ ايه تمام. نام اليوم هون؟ ايه اليوم بنام هون اذا هيك المروحة. خلص الله سنفتح افتحك شبابيك. والله يا جماعة مع المروحة اختلف الوضع 360 درجة. افتح لنا الشباك. اهلا وسهلا. والله لو ما فتحت الشباك كنت نسيت انيتي ببيتي. والله كان مبين بالغابة يعني. لا for me isn't it my birthday yet cause I gotta say you're looking like a gift for me.
me, wrapped up nice and neat, baby. I have two. I now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. شو رأيك ناخذ الخيمة نروح مكان بعيد نحط الخيمة وننام فيها؟ روح على الغابة. روح على الغابة نحطها. بدك؟ ني أنا ما بدي أخذها عن شريش. لا. لا وأنا هيك رأيي كمان. بعد هيك أسهل ولا؟ هيك أسهل مع الأولاد. شوفي ميلا. هاد لون اسمه أسود، أوكي؟ ها أخضر هاد أخضر. اسمعوني شوي اسمعوني شوي. اسمعي ماما تقول شيء. بهذا الشوب شو رأيكم؟ ايه؟ نجيب ايه؟ آيس كريم. يا مين بده آيس كريم؟ أنا. والله نتقلع اليوم البيت الجيران رح يشتكوا علينا. أحلى شيء يا جماعة لما تخيموا ببيتكم إنه كل ما بيلزمني شيء بدخل بجيبه وبطلع. عندي أدوات الآيس كريم، عندي شوفوا هون جايبتنا لميرا ويرلا، هي مفاجأة كتير بيحبوها الآيس كريم، تجي بقلبها الام ان امز. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the world. اجت الايس كريم. مين في هون؟ وين بيلا؟ اوه ايس كريم من هون. هون الايس كريم، شوفوا اجت. يلا تعال. يامي. طيبة؟ يلعب شوكولاتة في ام ان امز. حسام احلى شيء انه خيمتنا في عندها طاولة برا وعندها شواية وعندها مطبخ. خيمة عشر نجوم هي. انه على الاقل بيتك جنبك رولا. اي والله هي ميزة لا تقدر بثمن. شجعونا يا جماعة نروح لمكان ابعد. أنا عن جد هيك بعيد ساعات. انا مستعدة اروح. قولي والله. والله مستعدة نروح. رولا مانك مستعدة انت؟ مستعدة. اذا وصلتوا هذا الفيديو ل 100,000 لايك. طلبك صعب. 100,000 لايك. راح نروح نخيم بالغابة وعلى البحيرة. وعلى البحيرة. كتير مملة صح؟ لذلك حنزينها ونحط لها شوية ستيكرز لمسات أنثوية. أنا حسيت حسام مستقصدنا وجايبها زرقاء. والله بعرف حتخربوا لي إياها. هلا حنعملها بناتية أنا وبنات. ليش الحركات؟ ليش؟ شوفي شو جايبة ستيكرز، جايبة ستيكرز كميات هائلة. ستيكرز لون جليتر حسام عشان تصير بناتية. خربوا لي ام الخيمه. شو هاد؟ شو هاد؟ شو عم تعملوا هلا؟ عم نزين خيمتنا حسام. اعطيني ماما. اعطيني ماما بليز. اعطيني ماما بليز. شوفي 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 ماما ايش خيمات. شوفي 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 شوفي. والله شو هلا عامل لك اياها صبيانيه هلا. والله صارت بناتيه كثير حلوه صارت. صارت كيوت. يا هيك ميلا وغير لحطوا بصمتهم فيها. قمه السعاده انا، فرحتي لي قلبي. حسام شو سيارتك برا حاطين بصمتنا فيها؟ اي والله. هاي كمان سيارتك نحط بصمتنا. سيارتي اللي برا حاطين بصمتهم برا وجوا كله يعني عرفتوا؟ هلا بدنا نعمل لعبه ميلا المفضله، هي كثير بتحب هدول النشاطات. هاي العلبة صار عملنا منها 10 اساور حسام وما بتخلص. ما شاء الله، شوفي قديش فيها ما شاء الله. والله كثير فيها. نعمل كيتينج ولا اسوارة؟ كيتينج. كيتينج بدك وانت كيتينج؟ بدي هي. بيلا بدها بورتوكلي. بيلا بنجيب هذا الفيل وبنجيب اخوه، بعدها بنعمل له هيك. بيلا هذا شو اسمه؟ اوليفانت. اوليفانت، بعدها بندخل هيك الاوليفانت. وهيك صار عنا احلى بورتوكلي بنحط فيها مفاتيحنا. واو كثير حلوه. بهالاثناء هون عم بيشتغلوا الجماعه هون، ما بعرف شو، بس برا شكلها بتمطر. احنا قاعدين هون تحت المطر على فكره رولا. والله احلى شيء بالخيمه انه بتحميك من المطر والعواصف. هلا بلشت.
حولوا السيارة لسيارة بنات 100% من برا ومن جوا. شوفوا انتي اذا جبتي سيارة اليك هيك حتصير فيها. صحي والله برتكلايات وستيكرات. والله اعملك احلى سيارة زهرية. بيرلا شو هاد جنبك بيرلا؟ شو عملتي؟ الموضوع ما سهل حسام بده تركيز ترى. اوكي يا جماعة شوفوا شو عملنا، هاي عملتها بيرلا وهاي ميلا عملتها على شكل قلب، عملت لي اياها الي. واو. وانا عملت هاي السوارة كلهم كتير حلوين، انتم صوتوا لنا اي وحدة احلى؟ كتير حلوة شمس عليها والله حلوة من لون اخضر تبعك. اي والله اخضر باخضر الله طرفين. ان شاء الله. كتير حلوة شوفوا حطت لي شمس. يا سلام حسام على فكرة كتير شوب لسه ترى ها المروحة ما رفعت شغالة. انا بلشت اشوب يعني عجل الله يعين اللي بيطلعوا تخييم لانه اذا شوبتوا ما في حل. هاي نحن عم نجيب من البيت. لا في حل لحظة سكي لقلة قول والله الحل عند حسام. انتظري خمس دقايق بس مروحة كبيرة يعني؟ لا ما بعرف هلا حتبوظي. شوف ميلا شو بده يجيب بابا؟ روحي شوفي لدى روحي. اوف شو هالصوت ميلا شو هالصوت؟ بابا شو عم يعمل بابا؟ شو جاب؟ تعي 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 شوف تعي جاب المكيف. والله ما توقعتها منك يا حسين. قلت لك مكيف هالخيمة. والله جاب المكيف يا جماعة. اوه ماي جاد ما توقعت. حسام لو بعرف كنت بالاول طلبته. جاهزة للبرد؟ يلا شغلن شغل. يا سلام كفو حسام كفو والله دوما بدي اطلع معك تخييم. جاهزة اطلع معك من بكرة على الغابة. ناخذ معنا على الغابة. ايوه انبسطت على حسام. هلا شو بدك كمان مثلا؟ بدك غدا، بدك عشاء، بدك اي شيء انا جاهز. حسام بدي طلب صعب. لا مو صعب كثير يعني. مو صعب كثير مو صعب. شو هو؟ مانو مستحيل. اشتهي على المشاوي. هاد كنت خايف منه. هاد كنت خايف منه. رولا حسام التخييم؟ شوفي بشيلها بالمونتاج اوكي؟ اطلبي شيء ثاني. حسام شو؟ مشتهي على مشاوي. لا اله الا الله، عم نقول لك عيدية ما عيدية. في تراجع، ما في تراجع، مشاوي اليوم يعني مشاوي. شو بدك رح نفذ لك؟ ف خلص هذا الفيديو ذكرني باليس داي، شو ما بدي عم يعمل؟ خلص تكرم عينك، أحلى مشاوي. يس يا الله إن شاء الله. والله كفو والله انك كفو. والله صلى من اول ما انتقلنا على البيت عم تقلي حسام. اه صحيح حسام هاي اول مره بنعمل مشاوي. هاي اول حفله مشاوي بالبيت. هو ما صح لنا بس من ورا انه كنا عم ندوكر البيت، هلا نحن خلصنا الفرش وكل شيء الحمد لله. سافرنا فورا وهلا رجعنا الحمد لله. هلا بقى صار في عنا شويه روتين. ها بهذا البيت الشوي اسهل رولا. المطبخ قريب. ايه يعني كله سلس. والمستودع قريب، كل شيء عندك حواليك، فمالك حجه من هون ورايح كل يوم مشاوي. يلا الى المطبخ. على فكره انا بدي تبل الدجاج، انا راحت علي مو بس انت. فوت نتبل الدجاج ونعمل القصص. عم فكر نعمل عندي جوانح ففكر طالع نتبلهم ويمكن نعمل برجر كمان. ف يلا تعالوا نشوف شو رح نعمل اليوم. Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? الله عليكي الله عليكي، طولي بالك رولا. شاقولي بالله افقي، شو عم تحمل قاعد تشوي والله اكثر فود. كثير كثير بتعطي حراره يعني، تخيلوا فوق الحراره والشوب حيوقف على الشواي. شوف شوف حسام شو بعرف انا. والله شغلتيها ولعتيها. شغلت ولعتي الحاره كلها. صار حكيها بده يخبروا الاطفاء هلا. اطفال يستلم. هاي شوفوا مين غافلنا ودخل على الخيمه. هلو هاي بيرلا. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. بهالأثناء حسام عم بيشوي. بيرلا قررت إنه ديكور الخيمة ما كتير حلو، قررت تنقل الديكور لباب المستودع. الله الله عم بتشيل لك الستيكرز وبتحطهم هون. رولا احرجتني هلا قالوا بدي مشاوي. فهي على فكره ما كان عندنا عده من المشاوي يعني، كان عندي بس جناحات ولحمه.
فلحقنا عملناهم. يعطيك العافيه. ما عندنا بدي اشتري فعملناهم اقراص. هي اسرع مشاوي بالعالم. المهم ناكل مشاوي. الريحه والنكهه يا جماعه. يعني صح مشاوي متواضعة بس والله أطيب مشاوي بالعالم. قاعدة عالمية. قاعدة عالمية. شوف شغل المكيف. يا سلام. سلطات. بابا. شلون تتبيلة؟ والله خطيرة ولا؟ 100 من 10. يمي والله أنا ما دقتها صحيتني. أجواء. شوف بنتك عم تقول على خيار يمي يمي هذا اللي بدها اياه. متواضعة. أجواء هيك مع الخيمة. أجواء غابة ومشاوي. الأكل هيك وقت بتغيروا روتين المكان اللي عم تاكلوا فيه بتحسوا بشعور غريب كأنه الأكل بيصير أطيب. طلعنا سافرنا. هيك أنا سافرنا على مكان جديد والأكل له نكهة جديدة ما بعرف فيه هيك شعور غريب. والله يا جماعة هذا أحلى اختراع في العالم. هلأ بعد الأكل حطيناه وقعدنا. والله ما نمشي يقوم كتير قاعدة حلوة. هلأ بعد شوي يمكن يناموا ميلا وبيضة نعمل موفي نايت. كمان عزموا للأرنب. قال له تعال يا أرنب تفضل معي أنا بدي أشوف فيلم اليوم. وكل الحيوانات شوفي كانوا عم يتفرجوا معه مبسوطين كتير كتير. سبايدر. شو رأيك نخلي ماما هي تسوق السيارة بكرة؟ لا 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 انت لازم تسوقي السيارة. والله جابتك. جابتك انت كمان. والله جابتك انت. اعترفت انه انت ما فيك تسوقي السيارة. واعترفت كمان انه انت دوما عم تسوق فينا السيارة. قصدك انا شوفيري. عصفورين بحجر. عصفورين بحجر. معلش اطلع بالشحاطة على التخت. لا 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 لازم يطلع خلاص وبدنا او. طيب انا بكره بدي اروح عند رفقاتي والبس فستان. معلش لا 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 لازم تلبس جينز لازم. انت يونس لانه انت صبي. لانه صبي. معلش نكب العصير على الارض. لا لا لازم تشكيها هيك شوي هنجز. الله خليلي. ميلا بدي تجيب علبه محارم وشيلها هيك 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 كب على الارض. شو لا لا انا خبر تخت امك. خذي محرمة واحدة ومسحي تمك. ميلا انت ليش تحكي مع بابا كأنه بنت هو مانو بنت؟ لازم تقولي له مساح تمك. مساح تمك. صح. اللي بيسكر عيونه اول وبيضحك بيخسر. ما بصير تضحكي اوكي؟ ما بصير تضحكي يلا. ضحكتها يلا انا وماما اوكي؟ حسام صعب هذا التحدي لانه انا فورا بضحك. ولا بتضحك من اقل شيء. ما تضحكني. واحد اثنين ثلاثة. هو ممنوع اضحك صح؟ لا ممنوع تضحكي. ممنوع ارمش. لا ممنوع تضحكي. وما بصير ارمش؟ لا بصير ترمشي. المهم ما تضحكي. لا انا ضحكتني. انا ضحكتك؟ ما عملت شيء. شكلك شكلك. والله عم يعمل حركات بتضحك. والله ما عملت شيء. شوفوا طلعوا حبسونا. سكرت السحابة علينا. مش سكرتي علينا. هلا بلكي ما عرفتي تفتحي. طيب نحن هون شو بدنا نسوي هلا؟ نحن شلون؟ نضل هون. انت بتفتحي لنا اياه؟ هي اكثر شيء حابب تفتحي للخيمة هلا. انه عم تعمل غرف. يو حبستنا ميلا. شوفي شوفي. المهم يا جماعة بعد ما ناموا البنات بدنا ناموا بتختهم رح نحط فيلم ونعمل موفي نايت لأنه كتير القعدة حلوة وبرودة كتير الجو بجنن صار يعني. كل ما بنقعد هون بحس حالي ماني بالبيت. عن جد جربوها. عن جد جربوها كتير حلوة. والله خلص المرة الجاية ننام هون لازم مع البنات. إن شاء الله. هذا هو اسمه. اوكي شكلنا دخلنا بجو الفيلم ونسيت الكاميرا شغاله، وقبل ما تعتم الدنيا مشان تشوفونا على ضوء لازم ننهي الفيديو يا جماعه، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ووصلوا هذا الفيديو ل 50,000 لايك مثل ما قلنا لكم لحتى نعيش يوم كامل حرفيا بهاي الخيمه. كمان انتظروا لقدام في فيديوهات بتجنن خرافيه ان شاء الله. وبس هلا صار لازم نتذاكر. لا حسام ما قلت لهم تابعوني على سناب شات. ما بصير تابعوه على سناب شات. بصور كل يوم شارككم احداث اشياء ما بتصور على اليوتيوب. فبدي ازعل منكم اذا ما رحتوا اشتركتوا بسناب. لا تعلوا ولا لا. يلا.
هلا صار لازم اتذكر ونقلكم حبكم كثير باي.